السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وبرنامج فقه الصيام الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر قناة سامراء الفضائية، وكذلك البث المباشر عبر شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك الخاص بقناة سامراء الفضائية. فأهلا ومرحبا بكم سادتي الأكارم. في الحلقات السابقة كان هنالك متسع من الوقت للمشاهدين، وأيضا في هذه الحلقة كذلك يمكنكم التواصل معنا عبر اتصالاتكم عبر الأرقام التي تظهر أمامكم الآن أسفل الشاشة، وكذلك من خلال تعليقاتكم على البث المباشر كما نوهنا عنه في موقع القناة قناة سامراء الفضائية على الفيسبوك. مشاهدي الأعزاء، في الحلقات السابقة أخذنا بداية هنالك العديد من المسائل الفقهية التي كنا نحتاجها في التعامل اليومي، خاصة وأننا في عصر يعصف به العديد من الأزمات وآخرها والذي نعيشه في هذه الأيام وباء وجائحة كورونا الفتاك الذي قضى على العديد من البشر خلال هذه الفترة التي مرت. بالتالي فإن العودة إلى الله هي أهم ما يكون في ذلك الوقت وفي هذا الوقت تحديدا، لأننا في هذه الحياة الفانية يجب علينا أن نرجع بالفعل والقول إلى الله تعالى كما هو أراد لنا. مشاهدي الأعزاء، هنالك العديد من المسائل الفقهية التي لديكم، يمكنكم التواصل معنا كما ذكرنا، وأيضا هنالك بعض المواضيع سنطرحها على سماحة الشيخ الدكتور صالح خليل حمودي رئيس رابطة علماء العراق فرع نينوى. أهلا ومرحبا بك سماحة الشيخ وحياك الله. بارك الله فيكم. أهلا بكم سماحة الشيخ. بداية يعني أود أن أسأل عن موضوع مهم، ربما اليوم بعض الإخوة يسأل عن هذا الفرع أو هذه المسألة تحديدا. هنالك في الفقه اختلف العلماء، وقد تختلف الفتوى من رجل دين إلى آخر، من عالم إلى آخر، وكذلك هذه لم تأتي يعني في زمننا وحده، ولكن كانت أيضا موجودة منذ الزمن السابق وتحديدا إلى المذاهب الأربعة اللي معروفة. فكيف يمكن أن نسمي ونوصف هذه الاختلافات؟ هل هي اختلافات في القاعدة الفقهية أم اختلافات في الفروع والفهم والتأويل والمصادر التي يمتلكها عالم أو رجل الدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الخلاف الحاصل عند العلماء في مسألة في المسائل الفقهية المتعددة هو أمر طبيعي. لماذا؟ هناك عدة أسباب لهذا الأمر. أولا ورود النص، أحيانا يأتي النص يمكن أن يكون بين أيدي علماء لا يكون بين أيدي آخرين، أو اختلاف في الفهم وفهوم الناس مختلفة لكن ضمن الضوابط الشرعية، وأحيانا اختلاف في وجهة النظر، أيضا قد تكون وجهة النظر عند هذه الجهة وعند هؤلاء أقوى من هؤلاء وهكذا، حسب الحجة اللي يمتلكها. لكن هذا الاختلاف هو ليس اختلاف تضاد، يعني اختلاف يدعو إلى النفرة ويدعو إلى المقاتلة ويدعو إلى تغييب الآخر، لا لا سامح الله، وإنما هو اختلاف في الفهوم يؤدي إلى خدمة الدين. وقديما ألف رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، قالوا عن هذا، وهذا كلام مشهور معروف أن عند اختلاف الأئمة تكون رحمة الأمة. مثلا نضرب مثلا الطلاق يقع في واحدة عند الجمهور،
هناك إذا كان ثلاث طلقات متوالية بلفظات ثلاثة يقع واحدة عند الجمهور، يقع واحدة عند بعض العلماء، يقع ثلاثة عند الجمهور. وهنا الخلاف أفادنا باعتبار الفتوى، إذا جاءنا واحد وأمره مستعصٍ ربما يوجد له مسلك أو يوجد له مخرج في هذه المسألة، ونحصد من ذلك سلامة الأسرة من الضياع، من كما يقال. وهذا مثل يعني، ولكن هناك أمثلة كثيرة في الاختلاف. مثلا هو الخلاف من البداية وليس الآن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. الصحابة اختلفوا في هذه المسألة، قسم قال على النص أننا سنصل إلى بني قريظة ونصلي هناك، وقسم من الصحابة صلى في الطريق وقال مقصد النبي صلى الله عليه وسلم أننا نتجه إلى بني قريظة وليس تحديد الوقت، يعني تحديد الصلاة في الوقت. هكذا إذن الخلاف منبعه ليس الآن وإنما في زمن الصحابة، لكن هذا الخلاف هل يدعو إلى المناجزة؟ هل يدعو إلى المقاتلة؟ لا، وإنما هو رحمة للأمة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الطرفين، هذا ذكر قال أنا صليت في الطريق، افتهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه المسلمين بهذا القول إلى التوجه إلى بني قريظة. الآخرين قالوا نصا نصل إلى بني قريظة ونصلي. طيب، فأقر الاثنين. طيب، خليني أرجع لك عليه الصلاة والسلام. سمعت الشيخ، شكرا لك. عزيز من ميسان، السلام عليكم. كنا انقطع الاتصال بعزيز. طيب، نعم سمعت الشيخ. نعم. رعد، السلام عليكم أخوي رعد، من وين؟ عليكم السلام أخوي رعد، حياك الله. ممكن شيخ؟ تفضل سمعت الشيخ يسمعك. نعم فضلت الشيخ. أنا بالنسبة لي فضلت ثلاث أيام، يعني قاعد أشتغل عمالة وشغلتي صعبة، يعني هاي شلون يجوز لي ما يجوز ما أدري. طيب، نعم. عندك سؤال آخر؟ الله يبارك فيك، كل سعيد. حياك الله، شكرا لك، شكرا جزيلا. طيب، نعم سمعت الشيخ. فهذا الاختلاف هو رحمة للأمة، لأن احنا لا يمكننا أن نضع الشريعة على نسق متحد في جميع الفروع، ولا يمكن. ولذلك نشأت المذاهب الأربعة، وهناك كتب ألفت، مثل أظن مصطفى الخن، مثل بعض المشايخ ألفوا في أسباب اختلاف الفقهاء، أسباب اختلاف الفقهاء، وبيّنوا. هذه كتب ضخمة كانت، وبيّنوا فيها كيف يمكن لنا نختلف. إذن نختلف لكن على أن لا نغادر أصول الشريعة، وهي الكتاب والسنة المطهرة. جزاك الله خير. لكن قد يكون هذا الخلاف منشأه كما قلت الفهم أو عدم ورود النص. طيب، وما شابه ذلك من الأمور. جزاك الله خير. نعم. سمعت الشيخ. أم فادي ويانا اتصال، السلام عليكم أم فادي. السلام. حياك الله أختي، تفضلي. أنا عندي ثلاث حطيات بالكلى، ما أقدر أفهم الكلى المخ بها التباب حال. بس شباب انطوني شوية الصوت خلي أسمع واضح. العفو أم فادي، شنو عندك؟ عندي ثلاث حطيات بالكلى. طيب، عندك العافية. نعم الله يعافيك. الكلى المخ بها التباب حال، يعني فاهم حال الشارع في عصوم، يعني الشارع. طيب، ده تاخذين علاج انت حاليا ولا لا؟ لا
والله انا اخذ اوبر صار. تاخذين اوبر؟ زين. اي والله. يعني الابره اللي انت تستخدميها تنفعك اثناء الصيام لو تاثر عليك ايضا يعني تدعمك مثلا؟ يعني تمشيني يومين ثلاثه وبعدين يعني كل ما يصير مطعون الابره لازم اضرب الماء. طيب. طيب. شكرا لك يا ام فادي، شكرا جزيلا. طيب. يعني واضح سؤال اخت ام فادي سمعت الشيخ. طيب. خلي اخذ اجابه على الاخ رعد، يقول اني بحكم عملي يعني اشتغل حمال او عماله، يعني رجل الله يطيل العافيه ويعينه على صعوبه هذه الحياه، واضطر انه يفطر 3 ايام سمعت الشيخ من رمضان، فهل هذا جائز؟ الحقيقه ان الصوم واجب. الله تبارك وتعالى يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن ما الذي يدفع الإنسان المسلم إلى الصوم؟ التقوى. نعم. التقوى وهو تنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى. نعم. كل قوي ذي مرة يستطيع الصوم إلا إذا كان مريضا أو مسافرا، فعليك أن تصوم مكان هذه الأيام وتستغفر الله عز وجل، لأنه الصوم كان الإفطار كان عمدا والإفطار العمد غير جائز يعني محرم، وكما صلى الله عليه وسلم قال أنه لا يعدله صيام الدهر كله. إذا هول صلى الله عليه وسلم هول أنه الإثم الذي يتحصل من ترك الصيام، قال كأنما إذا صام الدهر كله لا يعوض هذه. إذن بعدين هاي فرصة. نعم. فرصة لابد لنا أن نعطي أنفسنا فرصة للتصالح مع الله عز وجل. طيب. شكرا سمعت الشيخ. تنفيذ. نعم. طيب. فرائض الله عز وجل. جزاك الله خير سمعت الشيخ. أحمد من أربيل السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي أحمد تفضل. الله يحييك. الله. يا خالي ما يعني ما أدري حد ما تأذيني. شنو يأذيك؟ ما أدري ما أدري حيل يعني ما أدري أصوم. نعم. لازم المي أشرب دائما. طيب صار لك شقد على هاي الحالة يعني؟ ما أدري ما أدري. شلون؟ لازم المي أشرب دائما. وأنا عم أصوم. يعني أنت ستصوم أو لا؟ صار لي 4 أيام. طيب. بس أنا أصوم ما أفطر. يعني انت تنوي الصيام وتفطر بسبب المرض. نعم. طيب يعني ما افطر ما اريد افطر. ما تريد تفطر. زين زين. بس اسمع لي من التليفون الله يخليك، خليك بعيد عن التلفزيون بس. نعم خليني استفسر منك يعني حتى نعطيك الفتوى تكون مثل ما يقولون يعني اللي انت تبحث عنها الاجابه الصحيحه. اخوي احمد انت راجعت طبيب؟ بدك تاخذ علاج ولا لا؟ ما اعرف يمكن قطع الاتصال باحمد. طيب الاخ محمد حازم من الموصل السلام عليكم. محمد حازم موجود؟ محمد يا شباب. الو حياك الله اخوي محمد حازم تفضل. انا ابو احمد من اربيل. حياك الله ابو احمد حياك الله. تحياتي لك وللشيخ. الله يحفظك حياك الله. بلا زحمه سؤالي ختم القران. نعم. يجوز تهديل غير يعني للاب للام للاقرباء للاصدقاء؟ طيب تسلم على سؤالك شكرا لك. نعم شكرا. حياك الله اخوي ابو احمد شكرا جزيلا. ما اعرف محمد حازم موجود شباب ولا انقطع الاتصال؟ طيب. نعم سمحت. نعم. بخصوص الـ يعني الـ الان بمساله يعني تعويض ما اصام او ما افطر الانسان اذا كان مجبر. هنا نبحث عن مساله سمحت الشيخ، الرجل هو ملزم بالعمل في مثل هذه الايام. طقس حار، صيام، ربما صيام ايضا يكون متعب له. وهو معيل عائلة، فشنو اللي يقدر يسويه؟ يعني شنو تنصحون الآن باختصار سماحة الشيخ؟ بالنسبة لي
إذا كان ما يطيق الصوم يدخل في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية من طعام. فإذا كان ما يستطيع الصوم فيعطي فدية. أو عفوا سماحة الشيخ، اللي ما يستطيع يصوم هو مريض ومسافر. أي طبعا، وليس للشخص اللي يشتغل يعني. لا لا، للشخص اللي يشتغل ما يعفى من 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 الصوم. لا لا يعفى من الصوم. طيب. الذي يشتغل قبل كانوا يشتغلون بالحصاد، يجمعون هذا القش مال الحنطة وهم صيام، ويشتغلون بالكوار، يسمونه الكوار، وصناعة النور الجص، وأيضا كانوا صائمين. لكن احنا الآن تراخي، هذا التراخي في مسألة والاستهانة، التراخي والاستهانة في مسألة فرائض الله عز وجل، ونجد لأنفسنا الحجج. يستطيع الإنسان، الله عز وجل لم يفرض علينا ما لا نستطيع، وإنما فرض علينا ما نستطيعه. ولذلك حدد رب العزة تبارك وتعالى فقه الصيام في هذه الآيات في سورة البقرة، وعلى الذين قال المرحلة الأولى اللي هم أو النوع الأول اللي هم سفر المرضى. المرضى إذا كان مريض وهذا المرض يجعله يتأذى من الصوم، باستشارة طبيب مسلم صاحب تقوى فعليه له أن يفطر، وإذا صام خير له عليه أن يفطر. النوع الثاني اللي هو السفر، فإذا كان مسافر يباح له أن يفطر على أن يصوم المريض والمسافر فعدة من أيام أخر أن يصوم مكانها، بمعنى أنه لا يعوض هذا الصوم أجرا ولا يعوض ثوابا، ولذلك عليه أن يؤدي هذا الفرض الذي فرضه الله عليه. يتحجج بأنه مثلا الشغل صعب ما شابه ذلك من نعم، هي الصوم أصلا فيه مشقة سواء كان اشتغل أو لم يشتغل، فيه طيب. مشقة طيب. وأجره أو وعظم أجره في مشقته. طيب جزاك الله خير سماحة الشيخ. خلينا ناخذ اتصال الأخ شاكر من الأنبار، تأخرنا عليك أخو شاكر. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله أخو شاكر، تفضل. السلام عليكم أخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي، تفضل. أستاذ، عندي والدتي مريضة بها مرض مزمن سكر. نعم، أدهل عافية إن شاء الله. إيه، ويعني حال جاي يأثر عليها الصيام، يعني جاء تعطش حال. نعم. هل حق لها تصوم أم تفطر؟ طيب، يعني تبحث عن الكفارة مثلا؟ إيه، يعني هل تدفع كفارة أو يعني تفطر، يعني هل يأثر عليها الصيام؟ ما أدل العافية إن شاء الله، شكرا لك أخو، شكرا. الله يعافيك، حياك الله. أبو حسين من ميسان، حياك الله يا أبو حسين، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. حياك الله أبو حسين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل يا ابو حسين، حياك الله كريم، علينا وعليكم ان شاء الله، اجمعين ان شاء الله على الجميع ان شاء الله. امين يا رب. شيخنا عدونا شدهمكم واريد من الله منكم مساعدتكم. شيخنا نعم تفضل. انا ادخل البيت في تداول خواتم غرفه واحده بي، اريد من الله منكم. نعم يا ابو حسين قول. الو اسمعك ابو حسين. شيخنا اريد من هذا شهر رمضان الكريم اللي تباهون علي وانا حتى فار اثنين وبرغبت ايتام، اريد من تحدثكم من الله منكم، ارجع من سلمه ما تعيش اعيش فيها افار والله ان شاء الله. تسمحني وانا كل شيء ما عندي، حاسس تعباني. ما عندك الا العافيه ان شاء الله، الله يسهل امرك ان شاء الله يا اخوي ابو حسين، وفرجها عنك وعن كل محتاج. وهذا رقمي اللي يحب يساعدني، هذا رقمي موجود جنبكم، بركه الله يا واحد من دار النائب خير ان شاء الله. اهل الخير كثيرين ان شاء الله ان شاء الله.
خلي الشباب يسجلون رقم تليفونك، واي شيء يصير من الاخوه اذا احد يريد يقدم لك مساعده فممكن يطلب رقم تليفونك وان شاء الله خير. شكرا لك يا ابو حسين، جزاك الله خير يا اخوي. طيب سمحت الشيخ، الاخت ام فادي تسال تقول يعني عندها 3 حصوات بالكلى، نعم، تستخدم ابر، واذا ينتهي مفعول الابره تقوم يعني تعرف تحتاج الى يعني تشرب ماء او تضطر الى الافطار، فهل في ذلك حرج او كيف الاجراء؟ لا حرج عليها، هي مريضه فهي لها ان تفطر اذا ثبت انه هي عندها حصيات بالكلى، وهذا يعني من اذا لم تفطر من الصعوبه بمكان. اذا عليها اذا كان تأذيها الحصوات واجب عليها ان تفطر حتى وتصوم مكان اذا الله عز وجل شفاها من هذا المرض على ان تصوم مكانها ان شاء الله مستقبلا. جزاك الله خير سماحة الشيخ. طيب الاخ احمد ايضا يشتكي من معدته، يقول معدته تأذيني ومرات انجبر على انه اشرب المي في مثل هذه. يراجع الطبيب، فاذا الطبيب يعني قال له بانه الصوم يضرك، لان اكو امراض الصوم يفيدها مثل السكر، مثل كثير من الامراض اللي تصير راحة للمعدة في هذا. فإذا كان هذا المرض يضر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. جزاك الله خير. ويانا اتصال أخ خضير، السلام عليكم. أخوي خضير السلام عليكم. سلام على مرحبا، كيف السؤال للملك؟ حياك الله تفضل. أولا من وين حضرتك؟ من صلاح الدين. حياك الله تفضل. يعني بس يعني وقت الامساك، من وقت الامساك يعني تقدر تاكل يعني تشرب ماي؟ وقت شنو؟ وقت الامساك احنا الفجر. نعم، يعني قصدك من تصيح الجوامع امساك امساك هذه الفتره؟ نعم، يعني يصير من تشرب ماي يعني تفاطر او. طيب شكرا لك يا اخوي خضير، شكرا لك. طبعا ايضا مشاهدين يمكنكم مشاهده الحلقه عبر البث المباشر على الفيسبوك، الموقع الخاص بقناة سمراء الفضائية، وأيضا سنعرض تعليقاتكم على وأسئلتكم أيضا في هذه الحلقة. نعم سمحت الشيخ، أبو أحمد من أربيل يسأل عن ختم القرآن، يقول يعني هل يجوز ختم القرآن إلى الوالد أو الوالدة أو أحد الأقارب، يعني من هذا الشكل يعني عد ما يعني الإهداء إهداء الختم. نعم يجوز. طيب. لأن قراءة القرآن عمل صالح، ويجوز لك أخي المسلم أن تهدي هذه القراءة إلى من تحب، أبوك أمك إخوانك، أن تهدي لهم ثواب هذه القراءة كأنها صدقة، والصدقة كذلك جائزة، أن تتصدق عن آبائك عن أجدادك عن أبنائك المتوفين وعن إخوانك كذلك وأخواتك. الأخت رانيا من بغداد، السلام عليكم. الأخت رانيا السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله أختي تفضلي. ها؟ تفضلي أختي. اريد شو اسمه الدولمه. الله يحفظك يا اختي، احنا برنامج ما له علاقه بالطبخ، تقدرين تشوفين الساعه بالوحده بقناه سامرة وان شاء الله هناك تحصلين الاجابه، ارجو المعذره منك. ابو محمد السلام عليكم. ابو محمد السلام عليكم. ابو محمد السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا ابو محمد تفضل يا اخي. أنا إبراهيم سلام، صوم ما أقدر أصوم، يعني ما مريض كل شيء ما بيا. نعم. إيه ما مريض بس ما أقدر أصوم، على مود الجدار هاي ما أقدر. على مود شنو؟ أطلع فتوى، أطعم مساكين، أطلع شيء. طيب، إيش قد عمرك أنت قلت لي يا أبو أحمد؟ أبو محمد؟ عمري؟ نعم. 40 سنة. طيب، طال عمرك إن شاء الله، جزاك الله خير يا أخي، شكرا لك. الله يبارك فيك. نعم، عندي اتصال شباب؟ أيه. نعم شكرا لك ابو محمد.
أنا مرحبا أنا. حياك الله يا محمد. نعم. ويا اتصال منو؟ السلام عليكم. ألو. حياك الله يا أخوي، تفضل، اسمك بالخير؟ لا لا. السلام عليكم. طيب. ما أعرف شباب، اتصال موجود؟ السلام عليكم يا أخي. ألو. حياك الله أخوي، السلام عليكم، الاسم بالخير طيب. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي العزيز، تفضل. أنا من الموصل، من الموصل. إي، اسمك بالخير؟ اسمي ظاهر، ظاهر من الموصل. حياك الله يا أخو ظاهر، كل الهلا بك، تفضل. ممكن أشارك بالبرنامج؟ نعم، تفضل عزيز، تفضل. أسمعك يا ظاهر، شنو سؤالك أخي العزيز؟ ممكن على مو في الجوامع ولا التاجين، يعني شلون هذه الصلاة؟ طيب. على صلاة التراويح. نعم. طيب، أنا أشكرك، شكرا جزيلا لك يا أخوي ظاهر، شكرا. طيب، خليني أجاوب. نعم، خليني أجاوب الأسئلة. سمحت الشيخ شاكر من الأنبار يقول إن والدته مريضة بالسكري والصوم يؤثر عليها، فهل يجوز لها الإفطار ودفع الكفارة وما هي قيمتها؟ قلت أنه المريض يراجع الطبيب، وهو الذي يعرف حالته، وإذا كان الصوم يعني يرهم له ولا يعني يصير له ولا ما يصير له الصوم. طيب. فهذا الرجل يذهب إلى طبيب مختص ويقول له أنا أشوف أنه السكري يعني الصوم جيد بالنسبة لهم. ليش؟ لأنه يسموه صيام المتقطع، في خصوصا الثاني، يعني النوع الثاني. طيب، خلي أرجع لك سمحت الشيخ، إذن لي بس أخذ اتصال الأخ عزيز من ميسان. السلام عليكم أخوي عزيز. أنا ديني عيد البيض. حياك الله أخوي عزيز، تفضل. الله. نعم أخوي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا عزيز من ميسان. حياك الله على راسي، تفضل. شيخنا قديم، يعني لا أصلي لا صوم لا كذا، هل أنت بعد مرتي أريد أصلي أريد صوم؟ يعني تريد التوبة؟ طيب، بس وأنت بدي أنا أصلي وصوم، يعني شلون الله يقبل توبتي وما يقبل توبتي؟ إن شاء الله تعالى. طيب أخوي عزيز، قد عمرك أنت؟ تقريبا 70 سنة. 70 سنة إلك، يعني إلك أنت لو عندك أحد يعني. والله في 70 سنة عمري. عندك العافية إن شاء الله، طالع عمرك. إيه إن شاء الله. إي والله، أرشدونا أرشدونا، لأنه بعد يتوبة يظلمنا العمر. طيب، شوف أفوف بس انتبه لي يا أخوي عزيز، خليني أسألك سؤال شوية يعني جريء. سلمنا على الشيخ، سلمنا على الشيخ. بس خليك يا عزيز، عزيز تسمعني. عزيز. قاعد أشوفك في التلفزيون، قاعد أشوفك في شيخنا. طيب، الله يسلمك شيخ، يسلم عليك. أخوي عزيز بس اسمعني، انقطع الاتصال، ما لحقت أسأل السؤال الآخر مهم. طيب، نشوف أبو سيف من بغداد. السلام عليكم أبو سيف، اسمعني من التليفون، الله يرضى عليك، حياك الله، تفضل يا أبو سيف. أبو سيف تسمعني؟ ما أعرف، الظاهر ما موجود. طيب شكرا، خليني أجاوب أسئلة سماحة الشيخ. يعني نرجع إلى الأخ شاكر في خصوص الإفطار، ما هي قيمة الكفارة اللي يقدر يدفعها هو الآن؟ نحن لا نعطيه كفارة، يعني مجال الكفارة يروح. وأنا أعتقد الصيام نافع بالنسبة لأصحاب المرضى بالسكر النوع الثاني. قد يكون النوع الأول فيه خطورة، لأنه يهبط السكر فجأة، وهبوط السكر مضر جدا بالإنسان. طيب. لكن هو إذا شو اسمه تقول أنه هي ما بكيف، تقول أني ما أطيق أصوم. لو كل واحد بكيفه يقول أني ما أطيق أصوم، ما أقدر على الصوم، نقول له روح أفطر، ما يصير. طيب، بهالحالة لازم إذا لماذا الله عز وجل يأمرنا بالصوم؟ لأن بيها تكلفة، بيها كلفة، يعني هو يتكلف الإنسان في هذا. ولذلك الله عز وجل يريد يختبر إيمانك، تستطيع أن تصبر
على ترك الطعام والشراب والجماع وهذه الأمور ولا ما تستطيع؟ طيب هالمسألة. جزاك الله خير سماحة الشيخ. وضحت الصورة. الأخ أبو سيف يعود إن مرة ثانية. السلام عليكم يا أبو سيف العزيز، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو سيف، تفضل يا أخي. شلونك أخي؟ حياكم الله، كل الهلا بك. معني زين؟ أسمعك بس أنت من ساعة ما تسمعنا، ما أعرف وين جيت. تفضل يا أخي. أنا ما جاي أسمعك. أنا ما جاي أسمعك. تسمعني هسه؟ اي طيب يلا تفضل يا اخي وسيف، حياك الله. اي انا من فتره طويله يعني من سنوات لحد الان اصوم واصلي، عرفت شلون؟ نعم. اي بعدها تمرضت. نعم. الو. نعم اسمعك يا ابو سيف، انا دا اسجل سؤالك، تفضل. اي تمرضت. نعم. اي قصوا معدتي. اي وراها النوم صار عندي ضغط. اي ورا الضغط اي صارت عندي حاله غير طبيعيه. يعني مثلا شنو؟ قمت اراجع الشيوخ مال الدين. نعم. حاله نفسيه. نعم. اي وراها ما فاق، قمت اروح للحاله النفسيه والعصبيه. نعم. اي بس أكثر شيء اللي مأثر علي أي الضغط أي نعم. والحالة هاي اللي ينطيني إياها الأدوية أي بعد ما أعرف الوضع مالي يختلف غير شكل. طيب كل هذه الوضع وضع المالي شلون؟ فأنا شلون أقدر أصوم؟ وضع المالي؟ إيه. طيب وضع يعني بس أنا قبل سؤال الشيخ أيضا وجه لك سؤال، يقول وضعك المالي كيف هو الآن؟ أيه؟ المادي، وضعك المادي كيف هو يعني؟ وضع المادي وسط. طيب وسط. زين. طيب. طيب. كل هذه المشاكل اللي انت تعرضت لها اخوي ابو سيف اثرت على أيه؟ عبادتك لله، على الصلاة، على الصيام، اثرت؟ اي طبعا، بس على الصيام، لا الصلاة اعتيادية. نعم. بس الصيام من اصوم اي المعدة اي الضغط ورأسه يصعد عندي. انت قلت قرصه والمعده مالتك يعني شالوا جزء من عندها مو هالشكل؟ الحاله النفسيه. نعم. الحاله النفسيه تصعد عندي اصير عثر بعد. لا حول ولا قوه. ما عندك الا العافيه يا اخوي، ما عندك الا العافيه ان شاء الله. الله يعافيك. ان شاء الله تسمع الاجابه من سماحه الشيخ، شكرا جزيلا لابو سيف، شكرا لك. شباب يعني مع ابو سيف اعتقد الوقت مو مناسب انه نستقبل اتصالات. خلينا ناخذ راح نناقش. ابو حسين من ميسان يقول ها حالته يعني الماديه يطلب الى مساعده، يعني الرجاء عدم يعني استعمال هذا ب مو الناس تحتاج يعني الى منفس على كل على كل احنا ندعو كل اللي يقدر يساعده فجزاه الله خير. بارك الله بيه يساعده والاهل الخير ان شاء الله موجودين. نعم. الاخ خضير من صلاح الدين يسال سماحه الشيخ، يقول وقت الامساك اذا او رفع المؤذن صوت او نداء الامساك فهل يجوز لي أن أشرب ماء مثلا في هذه الفترة؟ هو قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقت الإمساك أن يكون قبل طلوع الفجر بفترة قصيرة، ولهذا احنا في جوامعنا ننبه الصيام الذين يرومون الصوم بأنه يمسك عن الطعام هو عند ذلك يبدأ بشرب الماء ويتزود إذا كان عطشان إذا كان إلى من يؤذن المؤذن انتهى كل شيء. ليش يؤذن المؤذن؟ لأنه المؤذن عندما يؤذن يعلن دخول وقت الفجر، والله شو يقول؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر، وهو إيش؟ الخيط الذي هو نسميه بالفجر، انفلاق النهار وانتهاء الليل، يبدأ من المشرق وهذا يحزم الكرة الأرضية، تبدأ
الظلمة تظهر الضياء يظهر والظلمة تختفي شيئا فشيئا. إذا عليك أن تلزم نفسك بالإمساك، والأفضل الأفضل أنك تمسك عندما ينادي بالإمساك وراء شوية، مو مشكلة، احتياطا احتياطا. لا مثل بعض الناس يعني يشرب المي والمؤذن قاعد يأذن، أو يأكل والمؤذن قاعد دخل وقت وقت الفجر، تخرج نفسك إلى هذا، دخل وقت الفجر يعني. نعم، جزاك الله خير سمعت الشيخ. أبو أحمد يقول يعني أنا ما أقدر أصوم، ويعني بسبب يعني ليش ما يقدر يصوم يعني بسبب التدخين، يعني يقول أنا ما أقدر أترك السيجارة لأنه وإحنا نريد يبطل التدخين حتى شو اسمه الصوم. الصوم شنو هو؟ كسر العادة السيئة، وهو دا يدخن والنوبة يريد ما يريد يصوم. ما له فتوى هذا يعني، هو مقصر وآثم، وعليك أن تصوم حتى تكسر حاجز، تكسر حاجز هذه العادة ونفسك الأمارة بالسوء. جزاك الله خير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. اللهم اهدنا جميعا. نعم. الأخ ظاهر من الموصل سماح الشيخ يسأل يقول يعني حالة التعفير في الجوامع وصلاة التراويح الممنوعة، ماذا عن هذه الحالة سماحة الشيخ؟ احنا الآن في وقت يعني ظرف صحي صعب جدا، واحنا اليوم علينا أن نلتزم يا إخوان. نعم، الله عز وجل ما جاء علينا في الدين من حرج. نعم، أن نلتزم. الحرم الشريف، الحرمين الشريفين، القدس، كلها تعطلت الصلوات إلا بعض الصلوات الخمس والتراويح يصلونها في الحرمين الشريفين. وإحنا الآن التباعد الاجتماعي حتى نقضي على هذا المرض الخبيث أو الوباء الخبيث، سواء كان هذا الوباء من عند الله أو من عند البشر. نعم، ما بفعل فاعل يعني. نعم، بفعل فاعل. فإحنا يا أخي العزيز، يا قلبي، أنت تصلي في بيتك ومع أهلك ومع أولادك، تصلي معهم التراويح وتفطر معهم، ليس بالضرورة أن تصلي التراويح في الجامع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني صلى بضعة أيام، لما اجتمع الناس الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج عليهم، باعتبار أن التراويح هي سنة وليست فرض. سنة وليست، صحيح هي شعيرة عظيمة ونحتاجها حقيقة في مثل هذه الأوقات، ولكن هذا الوباء عم البلاد والعباد في كل نقاع الأرض وليس هنا فقط. فالالتزام نوعا ما حتى الله عز وجل يرفع عنا هذا البلاء ويدفع منا عنا هذا الوباء. آمين. نعم، يا رب. جزاك الله خير سماحة الشيخ. آمين. الأخ عزيز من ميسان يسأل سماحة الشيخ يقول أنا لا أصلي ولا أصوم وأريد التوبة، أريد أسأله أنه إيش قد عمره بس سبحان الله ما قدرنا نوصل يعني، فهل لي من توبة؟ نعم، أنا كان سؤالي هو يعني إذا هو الأخ يشاهدنا وياريت إذا أراد باشر يتصل مرة ثانية أو يكتب لنا الآن على الفيسبوك، أنا ما عندي إشكال. يعني إذا كانت الصلاة والصوم بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لكن ماذا عن حقوق الناس؟ يعني هل في ذمتك شيء للناس؟ هذا سؤال مهم يعني، حتى نعطيك مخرج إذا حتى كنت احنا نمهد للموضوع. نعم، التوبة لها شروط أربعة. نعم، إذا كان بينك وبين العباد حقوق. نعم، وثلاثة إذا كان بينك وبين الله حقوق، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق البشر مبنية على المشاحة. يعني الإنسان عينه ضيقة أنا نسميها. نعم، الأول أن تقلع عن المعصية. أول شرط تقلع عن المعصية. ثاني شرط أن تندم على المعصية. ثالث شرط أن تعاهد الله أن لا تعود إليها مرة أخرى. نعم، إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فقد تحققت التوبة. الشرط الرابع أن ترد المظالم إلى أهلها. نعم، اغتبت واحد، أكلت مال واحد، ربما ترجع وتسأل عالم قريب من عندك ربما يوجهك
كيف يمكنك أن ترد المظالم إلى أهلها؟ وإذا أنت نسيت بعض أهل المظالم تستغفر لهم، تستغفر لهم وتدعو لهم بالخير حتى الله عز وجل يرفع عنك هذا هذه الملام، يعني كما يقال الملام. إذن عندما يتحقق هذا الأمر تتحقق التوبة، والتوبة هي أوبة إلى الله عز وجل، رجوع إلى الله. الإنسان قد يكون في حياته يزدر في المعاصي، يذهب مذاهب شتى فيما يغضب الله عز وجل، ثم يعي بعد ذلك أو يرجع إليه عقله. والله تبارك وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن عندما تزدر في المعاصي وتريد التوب، الله يقبل توبتك إلا ما يقبل، يقبل التوبة ما لم يغرغر، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال الآن إني تبت الآن، هذا ما يصير التوبة بعد هذا. أو أن تشرق الشمس من مغربها كذلك، إيه معناه أن القيامة قد قامت وقال أنا تبت. لا، التوبة وين؟ إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبوا إيش من قريب. إيش معنى من قريب؟ يعني عندما أنت تحدث معصية وترتكب إثما رأسا تندم وترجع وتتوب إلى الله عز وجل وتتوب. فنحن نقول لهذا الأخ: التوبة أمامك مفتوحة، تذهب إلى أقرب عالم يمك تسأله كيف التوبة، أن تباشر الصلاة، تباشر الصوم إذا كنت في رمضان، أن إذا كان عندك أموال تزكي أموالك، إذا كان عندك استطاعة تذهب إلى الحج، وهكذا. جزاك الله خير. نعم. سؤال أخير طبعا أبو سيف من بغداد يقول: أنا من فترة كنت أصوم وأصلي ثم بعدها تمرت، يعني صارت عنده حالات صحية وتداعيات نفسية، وذهب إلى الأطباء وإلى مشايخ وحالته الطبيعية يعني لم تكن مستقرة طوال هذه الفترة، وأثرت عليه بالصيام سماحة الشيخ. يعني من يصوم تكون عنده حالات سبحان الله يعني مؤذية. هو قلنا أن المريض يراجع الطبيب، الطبيب هو الذي يحدد هل يستطيع الصوم ولا ما يستطيع، هو يدرس حالته من الناحية الصحية، فإذا وجد أن حالته تستوجب الإفطار يفطر. إذا هو مريض على طول الخط وما يستطيع أن يصوم، قلنا المريض إيش؟ فعدة من أيام أخر. إذا كان يدخل إذا كان مثلا مريض لا يستطيع أو لا يدركه الشفاء ولا يستطيع الصوم، عليه أن يأخذ بالآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وطعام المسكين هو نصف صاع من أرز أو نصف صاع من طحين. نعم. ويتصدق بها. نعم. عن كل يوم. جزاك الله خير. نعم. سمعت الشيخ. سمعت الشيخ، يعني طبعا في الدقيقتين الأخيرة أيضا نحتاج إلى كلمة للأمة وأيضا دعاء من جنابكم للناس في هذه الأوقات. الحياة فرصة، فيجب أن يهتبلها الإنسان. وكما قال الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها، قلناها هذا البيت البارحة. فيغتنم خمسا قبل خمس، وإذا اغتنم هذا الفرصة فإن وراءه انتقال من هذا العالم إلى عالم آخر، فعليه أن يتقي الله فيما تبقى له من عمره. نعم. جزاك الله خير. أنا فقط أريد أشير للمواقع التواصل الاجتماعي كما تعودنا مشاهدينا الأكارم. هناك سؤال من الأخت نور العزاوي تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أيام اتصلت إحدى الأخوات تطلب الدعاء، وقد بلغت 40 ولم تتزوج، وهي تعيش حياة صعبة، فنطلب من مشايخنا أن يدعو بالتعدد أيضا.
هذه مشكلة تعدد تقصد فيها مشكلة لا سوي لنا ثورة. طيب سعادة الشيخ شكرا لك. أيضا الأخ مهند العباس أيضا يشكر إدارة القناة على هذا البرنامج، شكرا لكم متابعينا وشكرا للجميع. وفي هذه اللحظات سنختم مع سماحة الشيخ زميل المخرج بهذه الدعاء، وإذا تفضل سماحة الشيخ بدعائكم للأمة. اللهم يا حنان ويا منان ويا ديان ويا برهان ويا سلطان ويا مستعان ويا الله، اجعلنا والحاضرين ووالدينا ووالديهم وجميع المشاهدين من عتقاء شهر رمضان. آمين. بحرمة القرآن وبحرمة سيدي ولد عدنان. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا وأجب دعواتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. آمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وخذ بأيدينا وبحواجزنا لما ينفعنا في ديننا وفي دنيانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحت أرجلنا. اللهم احفظنا واحفظ ديننا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام راقدين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واجعلهما يا أرحم الراحمين ذخرا لنا عندك يوم القيامة، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. شكرا جزيلا سماحة الشيخ، طيك العافية، و يعني حقيقة امتعتنا بهذه الكلمات وهذا الدعاء وهذا الطرح. شكرا جزيلا سماحة الشيخ الدكتور صالح خليل حمودي رئيس رابطة علماء العراق فرع نينوى، وشكرا جزيلا لك. بارك الله فيك. مشاهدينا الأكارم، أيضا الشكر موصول لكم لكل من تابعنا وشاهدنا على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا على شاشة قناة سامراء، وأيضا حاول أن يتصل بنا أو اتصل وشارك معنا في هذه الحلقة. شكرا لكم جميعا، أتمنى لكم أوقاتا ممتعة في ظل هذه الأجواء الإيمانية واللحظات الروحانية في ظل شهر رمضان المبارك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأيضا تقبلوا تحياتي وكادر العمل. نلتقيكم يوم غد بنفس الموعد بإذن الله يوم الجمعة غدا. تقبلوا تحياتي مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.